جدا مستاء من انه احنا نستعمل مصطلحات اجنبيه وخاصه في اللغه العبريه، لانه احنا موجودين في دوله اسرائيل، ومن طبيعه الحال انه الواحد بتاقلم في الجو العام، والواحد بينزل على القرى والمدن اليهوديه وبده يحكي دائما في العبراني، فالا ما يحس انه مجبور يستعمل المصطلحات العبريه، مع انه انا ضد انه هاي الشغلة تتكرر. احنا عندنا لغة غنية جدا ولغة محترمة جدا، واحنا بنفرق مصطلحات للغات تانية. مش فاهم ليش احنا هالقد طوالي شعبنا، وخاصة الشبيبة هاي الجديدة تتجاهل المصطلحات العربية واللغة العربية وجمالها ورونقها وأدبها، وبروحوا طوال بيندمجوا في اللغات الثانية، إذا كانت عبرية أو إنجليزية أو فرنسية أو أي لغة ثانية. لا، إحنا بنستعملها بعض الأوقات، أما موجودين إسا بدولة إسرائيل وبكل المكاتب الحكومية موجود إنه اللغة العبرية، وعلى هذا الأساس بنمشي، أما مش هالقد ما حبب هاي اللغة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ هاي بيت شعر عن اللغة العربية. المزبوط في تفاوت باستعمال اللغة العربية عند هالناس بالمجتمع، في اللي بيستعملوها أكثر وبيحاولوا كثير، وفي عندهم رقابة على نفسهم إنه ينتقوا فقط الكلمات باللغة العربية وهن عم بيحكوا. في أشخاص اللي هن أقل، فالعملية متفاوتة حسب كل شخص قديش هو بهمه الموضوع وقديش هو كمان ملم بالمصطلحات اللغة العربية. أنا بحب أعلم ابني لغة عربية لأنها هي لغة الأم تبعتنا وأنا بفتخر فيها، ولكن هذا ما بمنع أنه أنا أعلمه لغات تانية مثل الإنجليزية والفرنسية لأنهم لغات دولية، وين ما راح مجبور يستعملهم. بحب أعلم أولادي بس اللغة العربية أهم إشي، لأن لغة الضاد تبعتي. كنت بحب أعلم أولادي أجنبية، لغة أجنبية مش عربية، لأنه العربي إحنا بنتعلمه بالمدرسة لغة الأم، وعبرية كمان بنحكيها بهالبلد. لا طبعا عربي أهم إشي، العربي يعني لغتنا، لأنه أكيد يعني كيف بدي أعلم فرنسا ولا بنحكي فرنسا وإحنا يعني ما إحنا بنحكي عربي. شوف، العربي هي لغة الأم، فإن الواحد يتعلم اللغة العربية ويعلم أولاده اللغة العربية هي ليست اختيار، هي من حياتنا إحنا عايشينها، هي واجب علينا. من ناحية ثانية، أي لغة أجنبية اليوم، لغة فرنسية أو غيرها، هي كمان مفتاح لكمان ثقافة لكمان مجالات في هالحياة. فإنه ابني يكتسب كمان اللغة الفرنسية أو الألمانية أو الصينية حتى، اليوم هي أنا بعتبره كمان قيمة إضافية عند الشخص، بالإضافة للغة العربية مش محل. أقول لك المزبوط، بس هي أنا خجول من إنه أقول إنه أنا عربي. أنا اليوم بقول لك إنه أنا فلسطيني، أنا ما بح فيش إشي اسمه عروبي، لأنه كل العرب تخلت عن القضية الفلسطينية. أنا محبط، أنا بالنسبة لي أنا كنت تاجر، بحكي لك العربي يعني، بعض كل بمدو شكات في اللغة العبرية، اللي أنا الوحيد بين كل المنطقة هنا كنت أكتب شكاتي في اللغة العربية ولم أزل. بالمية مية، بالمية مية، بيحتكروا اللي بيحكي عربي. يعني محاربة هي مش مدينة، بس أكيد في محاربة يعني من تحت لتحت يعني، في محاربة أصلاً مش بس للغة العربية يعني، ما هي المجتمع وتحصيل حاصل بصير يعني.